ضيفنا اليوم الموهبة في تحدي الجاذبية رشاد الشرفي. نرحب بضيفنا رشاد، أهلا وسهلا فيك رشاد معنا اليوم. حياكم الله. الله يحييك رشاد. نظام البرنامج ونظام الأسئلة عندنا بيكون بسألك أسئلة خفيفة وظريفة، بعدين بنرجع نتكلم عن موهبتك في تحدي الجاذبية. مستعد؟ إن شاء الله مستعد. طيب أول سؤال كالعادة، وصف نفسك بكلمة. مكافح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الانستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ جزر الأميرات. ومكان تتمنى زيارته؟ حاليا صنعاء. شخصية تتمنى مقابلتها؟ الدكتور محمد الخالدي. وشخصية داعمة لك حولك؟ أمي. يخليها لك. مجال دراستك؟ جرافيكس. باختصار رشاد، عرفنا على رشاد الشرفي، من هو؟ رشاد الشرفي طالب يمني عايش في اسطنبول، عمري 20 سنة. أتمتع بمواهب كثيرة ومنها موهبة الجاذبية والسباحة وكرة القدم. جميل. و مهارات. هذه مهاراتك، تمام. رشاد، كيف كانت بداياتك مع تحدي الجاذبية بالذات وليش اخترت هذا المجال؟ والله كانت بدايتي أنه أثار إعجابي عندما كنت أتصفح في الفيسبوك وكان هناك شخص يمارس هذه الموهبة، فحسيت أنه لازم أجرب هذه الموهبة وأشوفها، هل يعني حسيت أنها ممتعة فبدأت أجربها ودخلت معها، حسيت أن لي شغف فيها فبدأت أبدعت فيها والحمد لله. من هي هذه الشخصية؟ عبد الرحمن السامي، يمني. جميل، أتمنى أنه يسمعك اليوم في الحلقة كمان. طيب لو تكلمنا أكثر عن هذا تحدي الجاذبية، إيش هو؟ تحدي الجاذبية هو يعتبر نوعا ما فيزيائيا، ويتمتع أولا يكون لدى الشخص بالصبر والتركيز العالي والمكان نفسه إذا كان هدوء. لو تتكلم بتفصيل أكثر عن تحدي الجاذبية، إيش هو؟ كيف تتحدى الجاذبية؟ تحدي الجاذبية أولاً الذي يعمل هذه الموهبة فقط لا يجتاز عدد الأصابع دولياً، يعني من هم معتمدين، يعني تعتمد على الأحجار، تعتمد على الأشياء البسيطة الصغيرة، وكلما كانت أثقل كلما كانت في نفس الوقت أصعب، بس كلما كان ثباتها أقوى وكان إنجاز أكبر. وأصعب الأشياء كمان، أي كلما كانت الأشياء أكبر كلما في نفس الوقت صعبة، وكلما كانت أخف في نفس الوقت كلما كانت أصعب. ربما كانت هي الأخف والأسهل هي الأحجار، طيب أصعب الأشياء إيش ممكن تكون؟ أنت قلت الثقل، يعتمد على الثقل ك؟ مثلا ثلاجة، دولاب، الكراسي. جربت تعمل زي كذا؟ نعم. جميل، طيب نروح نشوف لك مقطع ونرجع للنقاش. طبعا المقطع مثير هو لتوازن كراسي، لكن هل ممكن تشرح لنا التقنية اللي تستخدمها في تحدي الجاذبية؟ هو ما فيش تقنية نوعا ما، هو كله يعتمد على الصبر والتركيز، يعني وجود نقطة الارتكاز نفسها. إذا هي نقطة الارتكاز، تمام. أنا شفت فيديوهات ربما لأصحاب الموهبة من نفس الموهبة بس أشخاص آخرين يعملوا كراسي وفوق إنسان، كيف تقدر تسيطر على الإنسان اللي جالس فوق الكرسي؟ إذا قادر أنت تسيطر على الجماد، كيف ممكن تسيطر على هدوء والإنسان اللي جالس على الكرسي؟ والله أنا ما قد جربت هذا التوازن نفسه، بس في نفس الوقت الإنسان اللي فوق الكرسي يعتمد عليه نفسه، هو على هدوءه وصبره، وفي نفس الوقت ممكن يكتم نفسه حتى. يكتم نفسه؟
هذا برأيك، عندك نية تقرب هذا الشيء كمان؟ إن شاء الله قريبا. طيب يفترض أنه هذا الشخص متعاون معك أو ممكن يكون أي شخص؟ يعني شخص يكون أعصابه هادئة، لازم تكون أعصابه هادئة وفي نفس الوقت يتحمل يعني. جميل، وإيش الأشياء اللي قد قمت بتركيبها أنت وتحدثت الجاذبية بها؟ إلى جانب الحجر والكراسي وال... في الأحجار، الكراسي، في العملات مع البيض، في الصحون طبعاً ما نقصر معها، في القطع. تكبت خسارات؟ يعني بعد هذه التجارب تكبت خسارات كثيرة ولا لا؟ أكيد أكيد. طيب هل لديك مشاركات في مهرجانات أو فعاليات؟ نعم لدي مشاركتين، وإحدى منهم في يوت جود تالنت في إسطنبول، والثانية في المخيم لدى اتحاد اسطنبول طبعا. الاول حصلت على المركز الاول، ويتقت تالنت حصلت على المركز الخامس. مبارك عليك في الحالتين. طيب الان تكلمنا يمنيا، لكن لو نتكلم دوليا وعالميا، هل هناك فعاليات دوليه واهتمام حقيقي لهذا النوع من الفن؟ نعم لها اهتمامات كبيره جدا، لانها كمان موهبه نادره. طيب موهبه نادره، لكن ما الذي تضيفه الى جانب المتعه والاثاره؟ الهدوء، الصبر نفسه، تحمل الشخص، أعصابه الهادئة. هذا بالنسبة للشخص الذي يقوم بها، بالنسبة نعم. للمشاهد؟ بالنسبة للمشاهد أنه يشوفه شيء غريب، يعني بيكون ارتكازه غريب على شيء صغير أو على شيء كبير، فهذا ما يثير إعجابه أنه شيء مستحيل. ولكن هي الموهبة نوعا ما تستطيع أن تمارسها أي شخص إذا أتقنها ويوجد عنده الصبر والهدوء. جميل. طيب تقول لنا موقف وأنت تأدي هذه الموهبة ما بتنساهوش. موقف، والله أوقات أحاول أعمل الأشياء بالصحون والكاسات في البيت، يعني بدون ما تعرف الوالدة، يعني لو عرفت ممكن بيحصل أشياء. على ساخنة بيكون تحدي الضرب مش تحدي الجاذبية. فكنت مسكر على نفسي وبعدين بدأت أشتغله والبيت هدوء، فما شاء الله تكسرت والله. والنتيجة؟ والنتيجة والله الوالدة ما قصرت. طيب برجع للأسئلة العامة، بقول لك تقريبا يعني عدد اليمنيين في هذا المجال محصور، أنت إيش اللي يميزك عن منافسيك؟ اللي يميزني عن منافسي طبعا كل شخص له شيء محدد، فلا يوجد شيء مميز لأنها شيء موهبة نفسها، يعني في كل الأحوال هي نفس الإتقان، يعني كل شخص حاول يعمل نفس الأشياء، لدينا هذا الأشياء الصبر والهدوء والتركيز والأعصاب الهادئة، فكلنا نتمكن أي شخص بيعملها بنقدر نعملها جميعا. جميل رشاد. طيب هل ممكن في يوم من الأيام تستخدم تخصصك اللي هو جرافيكس مع موهبتك هذه في تحدي الجاذبية؟ لا ابدا ما اعتقد. ما فيش رابط خالص؟ ابدا. طيب طموحك الشخصي؟ عادي. هتفضل تفضل. لا لانه يختلف الموهبه عن التخصص نفسه ودراستي. جميل. طيب ليش ما دخلتش فيزياء؟ يبدو انه عندك ميول فيزيائيه، يعني ليش ما دخلتش فيزياء مثلا؟ ما احبش الفيزياء. ما تحبش الفيزياء وتتحدى الفيزياء والجاذبيه كمان وقوانين الفيزياء. جميل جدا. طموحك الشخصي؟ فين تشوف نفسك بعد 5 سنوات، بعد 3 سنوات؟ أن يكون لدي مشروعي الخاص. لا بعد 5 سنوات إن شاء الله، بس بعد 10 سنوات 8 سنوات إن شاء الله بيكون لدي المشروع الخاص. مشروعك الخاص في المجال؟ شركة. في أي مجال؟ إن شاء الله الجرافيكس. جميل، أتمنى لك كل التوفيق رشاد الشرفي. شكرا لك.